شلون؟ جبنا لك مره تعال. جبنا لك هاي قلت لك والله هاي قلت لك وجبتني. رقية رقية عندك حساب على تيك توك؟ كذاب ما عاد. لا ما عاد كذب ادري. منينك؟ ها؟ شت نشرين بيبا؟ شت نشرين؟ ها؟ شت نشرين؟ شت نشرين؟ شنو محتواك؟ نشرين امك؟ اعطينا اليوزر. يلا ابوي على طيب حظك حظك الله يحفظك. شوري شوري ما تنشرين ما تستحين تنشرين امك ما تستحين ما تستحين مو عيبتي ما رجع كبيره شنو تنشرين امك ما لا راح تقتل يمان ايش بها عم غير لا 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 مو بالبطل لا خابت على كتلتنا خاب من بابا لا لا ليش اسلنا ليش دبيت البطل ما يا ابو شيمي انت ما تقدر تحكيني يلا ها ما حيدر تخاف من ابوها تخاف بس يطلع ابوها تقتلنا والله انا قتلها ما دام ابوها موجود يلا ولي ايش ما يحترمني قلنا خاطر باجي اه يا بابا يا رشاقه يلا راح بعد ما شاف خلاها مطلعها برا طلعها برا ما اريدها شنو غربيتها هذه يلا روح يلا ندش عن الشب ليش مو بالمدرسه يعني يا زعطوطه يا زعطوطه يا سجل ويا ني سجل انت غير زعطوطه انت عم تسين ما تستحين غير تطلع شو انا اذا اصور شعري ستي ما تستحين عادي هي حلوه تتمضيق علينا يلا والله وين حلا باوجهي صديق كذي غير الشاقي الشاقي ولا ما نشاقي؟ شو قلت لك؟ ما نشاقي بس بعدين ما نشاقي؟ صعب انا ما حكيت لا اخر ابوك ايش اسمه؟ ما حكيت انا؟ اخر انا ما سعيت مو عيب عليك اقول لك محمد ما ياكل ابوك يطلع ابوك الله يطيح حظك والله شوف انا راجع زياده انا قوم قوم شو قلت لك؟ قوم مو انا ولا مو انا هو كنا نشاقي وياك وهذا مقلب وتطلبين لنا هديه والله الا جيب لك هديه نعالب الاصبع وجاك بنات عمري قدام حيدر بعد ولا اجيكم شنو عمي شبعتيني كتل ها شبعتك يلا تطلع برا يلا انا جاي لبوك ما جاي لك انا لا والله اي والله طلع شنو جيتك وش هسه غير بيت صاحب انا جاي صاحبي ايش عليك انت انت ما تعال ما تدافع لي دمك بطع بالسفره يلا تعال برا ريد ناكل بس لا تروحين تطلع برا ريد ناكل والله اي استقبال ايش اللي استقبالنا استقبال روح يا عمي روح تلعب برا روح هاي هاي جت الحلوه جمالي اي اجت الحلوه الو عمو شلونك هاي الفقيره هاي الحلوه كثير لا لا انا احسب انا اكبر احسب لكم اللي يوصل للبرد اول واحد نعطيه 1000 دينار تمام واحد تعلق شنو واحد بعدنا رجع نقول ثلاثه يلا تنطلقون تمام واحد اثنين ثلاثة رقية أوكي غشاش شنو غشاش كضتها يا ولد كضتها رقية كضيتي كضيتي رقية ما كضيتي لا رقية الفازة عين عيد الزاد راح ينعاد من ساعة يقول رقية قشاشة ما ادري شو اسمه واحد يلا رجعوا واحد اثنين ثلاثة انطلق رقية انت قضيتها مو هي قضيتها ها رقية قضيتي لو كفاش فايزة هلا روح هلا ايش بعد ما عيد يا كسان عيد اقول لك يا كسان عيد خلي اعتبرنا يلا انت وجمال هسه يمان وجنات بس دقيقه
انت من ساعة تقول هي غشاشة هاي رقية مو باو، هاي الكاشية إلك تركض عليها وجمانة تركض على هاي الكاشية. يلا مستعدين؟ انطلق. جمانة ها ها جانب جانب اثنيناتهم غشاشين؟ انتوا بتوال؟ لا انتوا حمود، انتوا حمود، انتوا حمود، انتوا حمود. اي حمود يلا يلا روح روح يلا روح روح. انتوا حمود، انتوا حمود. واخري جمال اخر اعطيناه. يلا يلا حمودي يلا يلا استعد استعد حمودي حمودي. اقف اقف حمودي يلا حمودي. لا لا انا واقف حمودي. يلا واحد اثنين ثلاثة كيو. هلا 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 ها غشاشين. كلهم غشاشين. اقعد حمود شوف حمود شو يقول، شوف حمود شو يقول. روح لحمود، روح لحمود قل له هسه حمود هذا السكر. يقول كلهم غشاشين، يقول بيت باجير وكلهم غشاشين. كلهم غشاشين؟ ايه جيبها من الجوجل. هسه التحدي راح يصير بين رقيه وجمانه اخوات، ويمان حكم اللي راح يحسب لهن. يلا يمان احسب. رقي جمانه 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 جمانه. وانت شنو انت تعال ليش فرحان؟ انا غرغلبتنا غرغلبتنا غرغلبنك. دانيال فازن؟ لا لا اطلع برا. هلا 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 هلا